اسمي جبري سليمان من محافظة هجمة بقصة أحطة. ابتديت الرسم من سنتين وحابب ان انا اعرفكم على لوحاتي دلوقتي. اول حاجة ديت سكتشي بقصة قصة القماش الفن اللي انا ابتكرته ده ديت البداية اللي هو عملت سكتشي واحدة مرة. بعد كده اللي هو ابتديت ان انا اطور من الموهبة ورسمت ايقونة قبطية قصة قصة القماش اللي هو ابتدي ازاي ترسم الاول بالقلم الرصاص على الطول، بعد كده انت تكون الشكل من بسلسل القماش. بيساعد ان انت بدل ما تبني القماش تصنع منه حاجه جميله ولوحه جميله حاجه تراثيه يعني. بعد كده في برضه ديت لوحه بالزيت ديت لوحده عجوزه بتدل على اهميه الوقت الضائع في الشغل. واحده بتبص بتشوف بتشوفها من نفسها هي صغيره. وفي ديت مدرسه كانت داخل بيها مسابقه وديت ايقونه لمبه انيار في جوب الأسود، ودي حاجة بتدل عن التراث المصري نفرتيتي والعين والشمس. وفي بقى اللي أنا الشخصيات اللي أنا بحبها بعمل لها حاجة تذكر لي زي إليا منير، دكتور مينا أمل، في الأستاذ اللغة العربية ده اللي أنا شغال فيها دلوقتي. وبقى الحاجات اللي أنا بسلي وقتي فيها اللي هي حاجات زي الخط العربي ديت بتدل برضو عن جنوب الوادي اللي هو زي أسوان وجنة والبيوت القديمة والهلال والنخل والخمسة والعين. والنوى برضو تستغل البيئة ان انت تصنع الجلد فتطلع مصر الطبيعي.